السلام عليكم، والله يسعدك، لوقتكم بكل خير. اليوم ان شاء الله بنشوف مع بعض كيف نزين هذه الكيكه. الكيكه عباره عن كيك حشيته بكريمه تخفق على نكهه الباتر سكوتش، غلفته بقناش الشوكولاته وايضا عجينه السكر، وزينتها بالشكل الحلو اللي انتم شايفينه الان. طريقتها جدا سهله وبسيطه. معلش الفيديو طويل شوي لاني عملت لكم الكيكه من البدايه، يعني عمل الطبقات، تغليف بالقناش، تغليف بعجينه السكر، وايضا الشكل النهائي. حبيت انزل لكم الفيديو كله، فان شاء الله يعجبكم وتجربون هاي الطريقه بالتزيين. بصندوق الوصف تحت راح اخلي لكم بعض الروابط كيف نعمل الكيك، عجينه السكر والقناش. ان شاء الله تعجبكم كيكتي لليوم وتجربوها وفرجه ممتعه. نعمل وصفتي لليوم راح نحتاج الى طبعا عجينة السكر على جنب، هنا عندي قناش الشوكولاتة، انا مستخدمة الشوكولاتة اللي هي الغامقة، بس من النوع اللي ما فيه سكر وفيه سكر، مزج الاثنين مع بعض، قياسها 2:1. يعني مثلا اذا عملتوا كيلو شوكولاتة بتعملوا نص كيلو كريمة. هنا عندي كريمة خفق بالنكهة الباتر سكاتش، راح تشوفون كيف عملتها بهذا الفيديو. بالنسبة للكيك عندي هنا كيك الفانيلا اللي هو البيتي كروكر، هذا اللي هو الفانيلا العادي، اضفت له نكهة توت مع لون احمر، وهذا اللي هو بالشوكولا العادي، بيعملوا بنفس الطريقة اللي مكتوبة على العلبة، ولكن اضيف عليه ملعقة كبيرة من الطحين لحتى ما يطلع مرة يتكسر. هنا عندي هذه العجلة اللي نشتغل عليها الكيك، البورد اللي راح اشتغل عليها التورتة، وهدول لدهن الكريمة وفرد القناش. حطيت هنا 2 كوب من كريمة الخفق فيكتوريا اللي هي الكريمة السائلة والكريم فريش، وعليهم كيس واحد من الباتر سكوتش اللي هو هذا البودينج. راح اخفقها واشوف اذا عجبني طعمها راح اعتمدها في الكيك، لاني حابة الكريمة لونها على اخضر شوي، فقبل ما اخفقها بشكل كامل اوقف زي كده الخلاط واحط اللون الاخضر وارجع اخلط. خلاص زي كده جهزت معي الكريمة. الحلو بكريمة الخفق فيكتوريا انه دائما تطلع معنا متماسكة، والبودينج هذا لما نحطه على الكريمة بتصير متماسكة معنا بشكل اكبر، فمثل ما انتم شايفين كتير حلوة. خلاص هذه صارت عندي جاهزة، والطعم كتير طيبة، من ما يحب الباتر سكوتش يعني راح احشي بها الكيك. اول شيء نعمله هو نحط هنا شوي قناش لحتى تثبت عندنا طبقة الكيك وما تكون تتحرك، نكتل بس شوي بهذا الشكل، ثم بنجيب طبقة الكيك هذه دائما اللي تكون بالسطح هي اللي نعملها تحت بالوسط قصدي، لهذا هنا راح اجيب الطبقة هذه. دوبني اتذكر انه ما جبت الشراب اللي راح سقي به الكيك، تخيلوا زي كده حطيتها. بعد ما عدلت الكيكة زي كده وزبطت مكانها بالبورد، يعني بتكون عندي نفس المساحة من كل الجوانب، اجيب هاي الحلقة افتحها ثم اقفلها على نفس حجم الكيكة. هذه الحلقة جدا بتساعد لحتى تحصلون على طبقات متساوية كده مرتفعة، ما تجيكم مايلة او شيء. بعدين اي شراب عندكم، انا هنا عاملة شراب برتقال خفيف، يعني بحط نص برتقال ونص ماء على النار، اضيف عليهم شوي سكر ونخليهم يغلوا شوي، بيكون صار عندنا جاهز. انا لانه عندي طبقة الكيكة سميكة شوي لانه ابغاها تجيني مرتفعة، لهذا جالسة اشربها زي كده، ثم بنجيب القناش. دائما لما يكون عندنا تورتة بعجينة السكر ومستخدمين فيها كريمة خفق ضروري الحافة نعملها بالقناش، بس ان شاء الله يطلع لانه عندي جامد شوي. هلا بيتقطع الكيس وهو ما طلع، زي كده على حرارة ايدي احاول ادوبه شوي زيادة، شايفين بس بضغط بايدي صار طري معي شوي. اوكي عملت حافة الكيكة بهذا الشكل، الآن راح أجيب الكريمة وأضخها بالوسط، بس نحاول ما تجي الكريمة مرتفعة أكثر من القناش، أوكي؟
لأن كريمة الخفق إذا لمست عجينة السكر بتخليها تدوب. هذه الآن زي كده أحاول بس أعدلها شوي، ثم راح أعمل عليها طبقة ثانية من الكيك اللي هي هذه. بهذه الطريقة راح استمر لحتى أطبق الكيكة كلها لأن عندي 4 أدوار. بعد ما خلصت رص الطبقات بنشيل هذه الحلقة، ثم راح أعمل الطبقة الرقيقة من القماش اللي بنجمع فيها هذا الفتات لحتى بالأخير أحصل على طبقة قماش حلو ناعمه. أنا هنا أعمل بالفواصل اللي بتكون بين الكيك، يعني بين طبقات الكيك أوقات بيكون في فراغ، فهو اللي عبيته الآن. الآن راح أغطي الجوانب بالقناش، ومثل ما انتم شايفين أنا أحب أحط كمية على الكيكة وأجلس أشيل منها وأدهن، أحس زي كده أسهل من إنه أشيل كل شوي من الإناء اللي فيه القناش. بهذه المرحلة نحن بنغطي الكيك لحتى ما يفضل يطلع منه فتات، ايضا اذا في عندنا فتحات هنا بالكيك بنمنها لانه اوقات بيكون عندنا سطح الكيكة مقوس، فلما نيجي نعمله بالوسط بيصير عندنا الكيكة ما هي شكلها مزبوط. لهذا اذا لاحظتوا انا بعض الاماكن اكثر فيهم القناش وبعدهم لا، على حسب زي هنا مثلا. ثم اعمل زي كده طبقة على السطح. طبعا بالنسبه للي متعودين يشتغلون الكيك يفضل ان الكيك يكون عندهم بارد كتير منيح او حتى جامد. انا الكيك عندي طري عملته اليوم الصباح، فلهذا تشوفوا الكيكه بتتحرك معي. ثم راح اجيب بهادي انزلها زي كده، احاول اعدل هذا القناش اللي حطيته اي مكان شفت ما فيه ارجع اضيف لحتى اعبي كل الفراغات. شايفين هنا كمان في هنا ما لمس القناش اصلا. مثل ما انتم شايفين هنا جوانب الكيكه صارت عندي مستويه. الان راح نجي لهذا اللي عندي فوق، احاول اعدله كمان هو. بعد ما خلصت هذه الطبقة من القناش الآن راح أحطها بالمجمد ل10 دقائق فقط لحتى يمسك هذا القناش اللي عملته كتير منيح، وأقدر أفرد عليه طبقة ثانية من القناش بسهولة. هذه الكيكة بعد ما طلعتها من المجمد، فمثل ما انتم شايفين طبقة القناش اللي عملتها تماسكت شوي. طبعا هي زي ما هي كده ممكن تغلفوها على طول بعجينة السكر لانه عملت طبقة شوي يعني سميكة. الان بس محتاجة اني اشوف وين في عندي عيب اعدله وخلاص، يعني ما رح احتاج طبقة كتيرة من القناش. زي هنا مثلا بالاسفل لساته مبين عندي شوي كيك، فاحاول اخفيه تماما. انا ما احب اعمل طبقة القناش سميكة كتير، لهذا اعمل الطبقة الاولى مثل ما شفتوا اكترها شوي واحطها بالمجمد وبعدين ارجع اصلح اذا في مكان عيوب او شيء. بعد ما حطيت القناش في كل الاماكن اللي انا ابغى زي كده ضغطة خفيفة لحتى نشيل اي شيء زاهد. الان راح تحسوا انه صعب شوي ينشال لانه لما حطينا طبقة ثانية من القناش كان عندنا الكيك بارد والقناش اللي تحته بارد، فتحسوه يجمد معكم بسرعة. بس هو كده شوي شوي مع التمرير بتحسون انه ينعم معاكم. لحتى نساوي القناش بشكل اسرع عندي هنا ماء مغلي نحطه زي كده في اي شيء. انا حطيته في هذه لانه هذه هي حجمها اللي يناسب اللي اشتغل بها. زي كده احطها شوي بالماء السخن ثم امسح الزايد من الماء اللي فيها.
اجي هنا على الجناش هذه الطريقة بتساعد انه تحصلون على جناش مستوي وايضا ناعم ومسطح وحلو. بفترة وثانية نعمل هذه بالماء السخن بهذا الشكل. نرجع نمسح الماء ونمرر على الكيكة الين نعمل الجوانب كلها. شايفين؟ خلص زي كده انا خلصت الجوانب. نفس الطريقة راح اعمل السطح. خلص الان بعد ما نعمت السطح راح اعمل هذه الحركة اللي نسحب من برا الى الداخل لحتى اذا في شيء مرتفع يدخل لجوا. حاول افرجيكم من هذه الناحية. خلاص هذه هي صارت عندي جاهزة مثل ما انتم شايفين. هنا بس شوي بالوسط تحسوا في مكان ما هو مستوي بالزايد ام لا. تخطى. خلاص هذه صارت عندي جاهزة. الآن راح أحطها بالثلاجة لحتى يرجع يمسك الجناش شوي زيادة ثم نغلفها بعجينة السكر. عندي هنا عجينة سكر اللي راح أغلف بها. استخدمت هذا اللون. هذا عبارة عن عجينة سكر لونها أبيض، أضفت عليها اللي هو السكاي بلو للأزرق السماوي. يعني جلست أضيف اللون شوي شوي حتى حصلت على هذه الدرجة من اللون. محتاجة أن أفرد العجينة على شيء مربع، فما عندي سيليكون مربع، كله سيليكون عندي مستطيل. فحطيت هذا قطعة من المفرش وراح افرد عليه باش ان شاء الله ما يلصق. فأول شيء راح اعمل عليه زي كده طبقة من النشا، افردها بشكل دائري. طبعا انا اخذت حجم الكيكة احتاج الى دائرة قطرها 49 سنتي، بس محتاجة اكبر شوي. هذا القياس ضروري تاخذوه من البداية. هذه العجينة بعد ما فردتها انا ابغى هذا هو اللي يجيني تحت. لهذا راح اعمل شغلة، اجيب الكيكة هنا. اوكي، العجينة من الناحية الثانية لحتى اقدر اشيلها براحتي. ان شاء الله ما تكون ناقصه. زحلقت. احاول زي كذا اتاكد انها من الجوانب كلها مغطيه الكيك. ممتاز. هذه الان راح نحاول نفرد هذه العجينه شوي شوي، يعني ما نستخدم ابدا هذه الان. اوكي، بس بدينا نفتح زي كده العجين، نقعد شوي شوي ننزله. يعني ما نشتغل اصلا مكان واحد مرة واحدة، لازم نشتغل جزء جزء واحنا نلف بهذا الشكل لحتى ما تطلع عندنا كسرات بالعجينة.
أنا لساتي مستمرة في فتح العجين وإلصاقه لحتى أوصل لأسفل تماما. شايفين؟ أنا هنا خلاص وصلت للقاع. الآن بنستخدم هذه زي كده نلصقها على الكيك، نجلس نضغط من تحت لحتى نثبت هذه العجينة. أوكي، بهذا الشكل. ثم وصلت قطعت البيتزا، او اذا عندكم الجرار نحاول نقطع العجين الزايد، ولكن هذه نكون حاطينها على البورد، اوكي، لحتى ما تطلع العجينة اكثر من الكيكة. بهذا الشكل، شايفين؟ بعد ما شلت كل الزوايد الان راح ابتدي التنعيم. عموما هي عندي ناعمة مثل ما انتم شايفين، لانه لما يكون عندنا طبقة القناش من تحت مالسة ومتماسكة، لما نعمل عجينة السكر بتطلع معانا شكلها حلو ومرتب. لهذا من البداية لما يكون شغلكم صح، باقي الشغل كله ما راح يكون صعب عليكم. طبعا انا ما ابغى الحافة حادة، لهذا جالسة بس اتأكد انه ما عندي اي شيء على السطح. خلاص انا هذه تعتبر صارت عندي جاهزة، شايفين؟ بسرعة الان راح اشوف مع بعض كيف نزين الكيكة زي كده بعجينة السكر. هي طريقتها جدا سهلة وبسيطة، فمثل ما انتم شايفين انا هنا سبق وعملتها، ولكن تركت لكم هذا المكان فاضي لحتى اشرح عليه. طبعا نحتاج الى عجينة السكر الوان، ايضا نحتاج الى قطاعات اللي هي القطاعات الخاصة بالورود، طبعا في منها اشكال واحجام. جيبوا الاحجام اللي تكون مناسبة لحجم الكيكة اللي عندكم. العمل بهذا القطاع جدا سهل، مجرد اننا نفرد عجينة السكر للسماكة اللي نحن نبغاها، ثم نقطع الاشكال. بعدين نجيب هذه اللي ننفخ بها بثلاث الورد، اذا ما عندكم باصابعكم فقط احطها هنا، اعمل عليها شوي نشا لحتى ما يلصق عليها. هذا مجرد راح انعمها زي كده شوي، بالمرة اعطيها شوي كبر، يعني اكبرها شوي زيادة. انا جلسة افرد الجواني فقط الوسط، لا هذا الورد فردته وحدة اكتر من الثانية زي كده. عندي هنا اللي هو لصق اللي هو السكر الناعم البودرة، بنحط كمية كبيرة ونحط عليه قطرات من الماء لحتى نحصل على مزيج تقيل، هو اللي نستخدمه بالتلصيق دائما. اجي المكان اللي انا حابة احط فيه الوردة، انا احطها هنا هذا الشكل، بعدين اعمل حركة كده بالاوراق، ما اخليها زي كده مسطحة. بالنسبة للورقة الثانية أحب أجمعها الآن، لأن يعني عندي الورقة الأولى مركبة فما أقدر أجمع هذه هناك. حتى هي نلصقها بهذا الشكل مثل ما نعمل دائما بالورد، نعكس الورق ونرجع نجمع بهذا الشكل. بعدين قطعة من العجين اللي لونه أصفر بالوسط لحتى نعمل قلب الزهرة. المادة اللي نلصق بيها هذا قلب الزهرة، ثم أضغط عليه بالقلم اللي ماني لاقيه أجيب غيره زي كده لحتى يثبت. بعدين عندي هذه البرود اللي نستخدمها في الورود، راح اخذ منها شوي
ثم احطهم في هذا اللي لصق فيه ونغرسهم زي كده بالوسط. هذا شكل زهرتي. نفس اللون راح اعمل وردات تانيين صغار، بس المرة راح استخدم هذه القطعة ستنبي هذه. اطبعها احط عليها هنا اللي لصق واجي لهنا اضغطها في المكان اللي حطها تلصق. هاي طريقة بالتزيين جدا جدا سهلة. اذا ما تعرفون تنسقون الورود ممكن تفتحون صور كيكات فيها ورود وتجلسوا تشوفوا وتطبقوا، راح تحسون ان الموضوع سهل وايضا ممتع. انا جالسة اعمل وردة هنا ووردة هناك لحتى اعمل هذا المكان. بالنسبة للشكل الثاني عندي هنا قياسين من المارغريتا اللي هو الوسط والصغير زي كده نقطعهم ثم احطهم هنا. افتح هذه الورقة شوي بهذا الشكل، يعني ضغطة جدا خفيفة حتى الدور الصغير نفس الشيء ولكن باستخدام راس اصغر، ثم نلصقها بالمكان اللي احب نلصقها هنا. ثم شوية عجين أصفر بالوسط لحتى نعمل قلبها. طبعا هذا القلب ممكن تعملوه بعجين عادي أو ممكن بقطعات الزهر الصغيرة زي ما تحبوا، بس هذا هو أسهل شيء. شايفين؟ بعدين افتح الورق زي ما أنتوا حابين، ميلوه وغصوه زي ما تحبوا. شايفين نفس بعض؟ بس يلا نمشي. خلص أنا زي كده راح كمل أعمل الورود. حبيت اشتغل معكم هذه الوردة، فمثل ما انتم شايفين قطعت عجينة السكر زي كده ثم ما احطها في مكان يطلع بالتصوير اي كده. باخذ هذا، بس هالمرة محتاجين اننا نكبرها اكثر. اوكي هي كده، يعني نمرر عليها كلها. ثم باخذ سكين وقطعها زي كده لغاية النص، بعدين نبرمها نمسكها زي كده. شايفين نعطيها الشكل هذا الوردة زي ما تحبوا تشكلوها شكلوها. بس يا ملاحظة لازم بين التانيات هذه تعملون هذه المادة اللي تلصق لحتى لما تحطوها على الكيكة تفضل متماسكة عندكم زي كده. بعدين ابروها موها بايديكم اعطوها الشكل اللي انتو حابين. ثم راح اجيبها هنا لانه مثل ما انتو شايفين عندي مرتفعة بكل الجوانب، هنا ما حطيت فبحطها الان المادة اللاصقة. بضغط بالمكان اللي ابغاه تلصق منه شوي ثم ارجع اعدل هذا الورق حقها. خلاص حتى العشب نشتغل بنفس الطريقة، فمثل ما انتم شايفين هنا فردت العجينة لونها اخضر وراح استخدم هذه القطعة نقطع ونضغط بنشيلها ونجي هنا نملى الفراغ اللي عندنا من تحت.
عندكم اماكن ضيقه احسن شيء تستخدموها لما نخاف كثير بساعات. خلاص زي كده راح استمر احط الورق املى الفراغات اللي ابغاه وتكون صارت عندنا خالصة. هذا التزيين اللي حلو فيه انه يعني ما تحتاجون تكونوا واو منسقين، مجرد انكم تعملوا ورد احجام ولصقوا وعبوا المكان اللي انتم تبغون على حسب ذوقكم. واذا كانت عندكم صورة وحبيتوا تمشوا عليها وتعملوا مثلها ايضا بيكون حلو. اخر اضافة راح اعملها عندي هنا هذا القالب من السيليكون، راح اضغط فيه هذا العجين هذا الشكل، نسلو من القالب. إذا شفتوا بيلصق في أصابعكم العجين كتير حطوا شوي مشان ثم سكينة أو أي شيء شيلوا زي كده الزايد. بعدين اطلعها افتح السيليكون بهذا الشكل، امسكها واسحب بشويش. هذه راح اعملها زي كده هنا لحتى تعطيني حفة نظيفة شكلها حلو. هذه الحفة اللي عملتها كده طلع شكلها. اخر شيء حلوين قطعت الحروف بهذا الشكل وحطيتهم على الكيكة. اذا ما عندكم قطاعات الحروف ممكن ترسمون الحرف على عجينة السكر ثم تقطعوه وتحطوه على الكيكة، وعملتها الوردات الصغار. خلص زي كده بتكون كيكتي جاهزت، ان شاء الله تكونوا حبيتوا شكلها وايضا لقيتوا طريقة التزيين سهلة. هي والله كتير سهلة بس يبغالكم تجربوا شوي. اوكي طبعا يا حلوين بصندوق الوصف تحت، في حال اذا ما عندكم خليط الكيك الجاهز حطيت لكم كيف نعمل كيكة الفانيلا او كيكة الشوكولاتة، ايضا كيف نعمل عجينة السكر بالمارشميلو ووصفة القناش. وايضا رح احط لكم رابطين من قناة مونيا ميد بالبيت كيف نغلف بالقناش وايضا بعجينة السكر بطريقة جدا احترافية وشرح مفصل. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الكيكة لليوم وتجربوها. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب. وسرعة التأخير لانه من فترة طلبتوا مني الفيديو بس والله انشغلت. الله يسعد لي اياكم واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي، ومع السلامة.